هو الخف أو المشاية. هذه المشاية التي كادت تعيد خط التماس إلى فرن الشباك هذه المرة. لماذا؟ لأنه لبنان بكل بساطة لا تهز واقف عشوار. وفي التفاصيل أنه بعد أن أقدم عدد من المواطنين على شراء الخفوف من محل البيك سيل التجاري في فرن الشباك، تبين أن على هذه الأحذية إشارة الصليب وقبة الكنيسة، ما دفع بالبعض إلى الشكوى لدى النائب زياد أسود الذي بدوره استقصى الأمر، وبناء عليه كلف الأجهزة الأمنية والقضائية متابعة الأمر، والنتيجة إقفال البيك سيل في فرن الشباك. النائب أسود عمل على تطويق الأمر كي لا يمتد إلى الشارع وتصبح المشاية بوسطة حرب جديدة وفتيلة فتنة مذهبية. أنا يلي شاكك فيه إنه هذا زلمي عنده مؤسسة بكل المناطق، بتصور كمان التصنيع مش من عنده، تصنيع أجنبي من برا. أنا يعني دائما بشك بشي حركة صهيونية عم تعمل هالشي، بس هو عليه خطأ، عليه خطأ إنه ينتبه. يعني بعين الرمانة ضبطت المسألة يعني وانتهت، صدرت البضاعة وتسكر المحل وصدر اعتذار. اليوم بدك واني كمان رئيس البلدية يعني بشكل هادئ ورايق سحبوا البضاعة. التلاعب بهذا الموضوع والتشنج، يعني في بعض الأحزاب المسيحية بفريق 14 أدار يعتقدوا عن كل مناسبة، بدي اسمي بس هذا اللي عم بيجيني هلا معلومات من فرن الشباك ومن الدكوانه، انه هناك نوع من اللعب على هذا الوتر والتشنيج. هلا اللي عم بيحاول يحط انتريس وبراميل ويلبس كاكي، انه انا بدعي الى شوي من الوعي والادراك. اول شيء المسيحيه مش بخطر، اثنين رموزنا نحن مندافع عنها وتقاليدنا نحن مندافع عنها، ونحن عندنا كنيسه مرمرون وعندنا ساحه البطرك المعوشي، فيروقوا علينا شوي نعرف نحن. أكثر من مرة حاولنا الاتصال بالسيد علي فقيه صاحب البيك سيل فلا جواب، في وقت على ما يبدو كان هناك من يحرض الأهالي على الاعتصام أمام البيك سيل على حد تعبير النائب أسود، حيث نزل عدد منهم للتعبير عن غضبهم متسائلين ماذا لو فعلنا بالمثل. جئنا نعطي درسا أخلاقيا حضاريا للآخرين بكيفية الاستنكار السلمي والتعبير السلمي، وبضرورة الالتزام دائما بأشد أو بالتعبير السلمي وعدم التعدي على الأملاك لأي سبب كان، على خلاف ما شاهدنا في تواريخ سابقة حيث تم افتتاح المناطق الأمنة أو اقتحامها والعبث بممتلكات عامة وخاصة وبترهيب الأهالي والاعتداء عليهم كحادثة غزو الأشرفية على خلفية رسم في الدنمارك، ومهاجمة شوارع مرة أخرى على خلفية برنامج فكاهي على إحدى المحطات. ويذكر أن الأجهزة المعنية كانت قد تحركت على الفور، وتزامن ذلك مع اعتذار السيد فقيه مباشرة على إحدى الإذاعات عن الخطأ غير المقصود على حد تعبيره. بعد الإعلان